إذن السلام عليكم إخواني المتتبعين الكرام. الكل تيقلب على واحد القصيدة اللي كان قالها الشيخ البوكيلي اللي تنتمناو له صحة جيدة لأن تعرض لواحد الوعكة صحية، ولكن هذه القصيدة ما تسجلتش ما توثقتش، وهي قصيدة قالها مباشرة من بعد الموت ديال الأخ ديالو، قصيدة اللي سمعوها مجموعة ديال المغاربة ولكن ما عرفوش شكون هو اللي غناها أولا شكون هو اللي قالها، قالها الشيخ البوكيلي. نتمناو إن شاء الله يسترجع، وهذا طلب مني لأنني من المحبين ديال الشيخ البوكيلي أنه يعاود لنا هذه القصيدة، ونحن على مقربة من المقابر ونتفكروا الموت ونرجعوا لله سبحانه وتعالى. وزور غشاوي النوضين قروري تحيو الروح يوري بطوج عباد يرزق ورجين مسسانة والنامير انا تذغن والشايد ناسي ذي رامح ويلا عجاني ضغو تيجي سجم خثر ويوني لا انت جون واجي غمس اسمي كايا اما شاكونا اينا ياسني شاربي يرضو ييسع اواخان بضاد غضاد جموز ذالا تمسع سعا دمي مزجاد وزابو جمعي صدي سوياخ اوي وينا يا الحساب يجمو ذي السوج في راز اوي ورثي تغوط عضيق ضو خغور سني الله أبا خايل جلي جورت السوخ وصوت انظلين أبا خايل اختجد وجغوري جكيران أوي داك ونثى من خالي تيمان انثى غرارا وجمود جمود اللي يتفرث ما يذو الذات أوي جمود جمود خيان ذي شوفنا حرانين وجمود جمود أخي كان في جوف ياسف السالة أسول لي عطيب ذي الموت ومصني غير ذا السالة يواث وجثي ذا عطيب وجمود وساري في غواج أثار وميذ اللي يخفي وذي مسن ذا السالة إيمان وما خدار يكنميان ولا مكلاز إيمان وما غيدا ذيك نمساوج مقلاز إيمان وما غيدا ذيك نمشاورا مقلاز إيوالا نباض ثدرت نويسيك الواشاج وهاني حمجد خذجي دور سر مجايا إيوالا واشي حاضر ذيك نميانا نمصافاض يا واشي حاضر ذيك نميانا نمسماح أودي خنسة فرجة فاسمعنا نوجوش فيري يا ردي جدعي بخيكو فيي وش عاش تسايا أوي يرخى راحة غير ذات أرضي موتر كولي غاشية أوي شاج راس نخيط قرى حارس انتخاذ أمعنا يوجيخ شجاب أسلي تصاح تغرود الشايخ الشالة ذيجون يجي معنا ورثنيخ يوازيخ ثياش مخيب المرضى يسا يوصيوان وما نقدر ميخا كذا بخيمو ترغيب شوالشان شدا ينمون اما سند الدردوك ونحر ذا سايا يا طوما بيغن شدا جانا اخلاد ذا الدردوك ونحر ذا سايا اما ثام الطوط شدا تاني غد حر ذا سايا والناس الدوري وجل سبعة مميذ ذو جيل يوم تايسيش لي ارتم يا مازن في ذا جايا يوم فاطمة غزت سيولا راشتيني ذبر والناس نغان تسايا يوم ربيع انت الناس غيولا راشتيني ويلا تقل خذيش المصيبة سوى سعر
وظاف قير ذي وجوت غيار شاسي قاسايا يا لو تدوك بريد ارتيني من ميس بسايا يا لو تدوك بريد ارتيني من ميس بسايا أقول خيج حباج شاد يستدو يوتاجي عاري يا شوي صري ورياب يصحي يا ارتقد خب يعمو يا تشم الغيفون يا ما صبر صبر جاج حاجور سفر واجو وذاك نيس وشاج وسردنا النج اوي كنزات اللاني مثل المسكينة تورتنا يا واش السيمانة عدوي تدود حموي غيانا ايوه ذا صبر صبر اجل حاجور سفر واجوا وذا ضبط اخذ مزير في الدعمي مغرشاجة ايوه يا مصواب واجر واجر وين تسيعه وهو اللي يروان النظط راخي غسوم ذايا او يلا ونظير انت دوم يلا رالار في راشة يوا يا مصواب واجر واجر وين تاسي عيمان وكلي مزيغ نموغينا في اللنون يوا ما شاء الله سنت حماب شكرتي والناون يوين وين ناصر روحي بابي ثر ايوا سامح مني برافو 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 هذه فكرتي السي حميد العقاوي يا في ثكي يخت في ما تسمح ميا يتخمش تازي ما تيخ السي حميد الناير ورسفيغ يا الفيسبوك يا اليوتيوب هذاك السهل اتفغ استنيني مسجدا سامح ميت تو خيانا وش مجنس ارتشكر السي حميد العقاوي ناير يفكر ريما وري اللي ونا وري جربن الحر الموت هذا خير احمد ربي الله يرحمه.